سعيد. نعم. ممثلا لرئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون، يحل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان العممرة بأديس أبابا، حيث سيشارك غدا في مراسم تنصيب الحكومة الإثيوبية الجديدة المنبثقة عن الانتخابات التشريعية التي أجريت شهر جويلية المنصرم، والتي أفرزت فوز حزب الوزير الأول أحمد أبي لعهدة ثانية بالأغلبية. ومن المنتظر أن يعقد العممرة على هامش هذا الموعد لقاءات ثنائية هي مع عدد من المسؤولين الإثيوبيين ونظرائه من الوفود المشاركة، وكذا مسؤولون سامون في مفوضية الاتحاد الإفريقي. وتأتي مشاركة الجزائر في هذه الفعالية بناء على دعوة رسمية للرئيس عبد المجيد تبون من السلطات العليا الإثيوبية، تكريسا للعلاقات الثنائية الوطيدة التي تربط البلدين، وتجسيدا للرغبة المشتركة التي تحذو قيادتي البلدين لتأسيس شراكة استراتيجية شاملة تستجيب لتطلعات الجانبين.